كما قال السي حسان ان المجتمع المدني الان عنده دور اساسي، وماذا بنا تكون هذه اللقاءات الشهريه موضوعاتيه، كل شهر تكون موضوع. انا مثلا كصيدلاني مهتم بكل ما يتعلق بمواد صيدليه ومواد دوسكي الاعشاب الضاره. هذا انا راه الاشاره ديالكم في كل ما يهم هذا الموضوع اللي هو مهم. مع الاسف المداخله ديالي قد تبدا بواحد الخبر مؤلم. هذا الصباح طوال الحجات في كليه فتاه على 5 سنين بسبب تناول الشيبس. واش اللي كيتباع في الحوال؟ 5 سي مال. هذا خبر في الصباح دخلت الصيدليه قالوا لي واحد الفتاه توفات في المستوصف ديال دوار الحجه بسبب تناول. إذا أين هو